السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا ملاح يا ربي. انا لاباس الحمد لله. مرحبا بكم معايا دون دي نوفيل فيديو اللي راح يكون اليوم على غريبية تاع زمان بوصفة سهلة وسريعة وغريبية في الفم، ولكن تقيدوا بكامل المعايير هكذاك باش تجيكم كيما يحب الخاطر. ما تزيدوا ما تنقصوا، تبعوا كامل المقادير هكذاك باش تجي بنينة وسهلة. وتاني تحبوا ديروها الفطور الصباح او قهوة العشية، تجي بنينة وبزاف هايلة وكامل يحبوها. فاذا راح نروحو نفوتو للمقادير، واللي هي الان غربلت ثلاث كؤوس ونصف من هذايا الكاس. ثم شوفوا الكاس اللي والمكم، ديروا 3 ونصف، وكل ما اذا شتوها جاريه زيدوا شويه الفارينه، ولكن هذه المقادير راهي معبوره. 3 ونصف من الفارينه، كنت 3 ونصف وكنت غربلتها. والان نحتاج الى سكر ناعم، وكأس ثاني من الزيت، ونحتاج نصف علبة من خميرة الكيميائية، وملعقتين من السمن اللي عندك. ونحتاج هنا كما قلت لكم كنا غربلنا 3 كؤوب ونصف من الفارينة. الآن راح نخلط فقط المواد الجافة مع بعض، نمزجهم كامل هكذاك باش نحي كامل هذوك اللي نحس بيها فيها كريات. يعني راح نحاول انه نمزجهم مع بعض، ونزيدو النصف العلبة الخميرة، راح نمزج كامل الخليط مع بعض. وهذه الوصفة كانوا يعتمدوها جداتنا قبل، وماما ثاني دير بهذه المعايير. فإذا أنا يا كنت وريتها لماما وديتها عليها. والآن راح نزيد الكأس هذاك تاع الزيت والسمن بحرارة الغرفة، ونبدأ ندخل في كامل هذاك السمن والزيت. نبدأ بهذوك الكريات الكبار، ومن بعد نبدأ نمزج في الفارينة تدريجيا. ونبدأ شغل ندير هكذاك، نحط فيها هكذاك، نمزجها غير بين الأصابع. هذه الغربية ما تحتاجش إلى عجين بزاف، لأنه باش تجينا مفتة وتتلايم مع بعض، ما تكثروا لهاش العجين، فقط هكذاك بين الأصابع فقط نحو هذه الكريات، باش ومن بعد نتحصلوا على عجينة طرية. الآن زدت شوية من الملح، القليل فقط بين الأصابع، ما تكثروش، لأنه الحلويات ما يلزم لهاش ملح بزاف. هنايا كنت كونتها وجاتني طريه هكذاك متماسكه بلا ما زدت الفارينه، بهذاك المقادير فقط. والان راح نشكلها بهذا الشكل شويه طالع، لانه لما تكون في الفرن بدرجه الفرن الحراره تاع الفرن راح تهبط شويه، ومن بعد راح تشوفوها كيفاش، يعني طلعوها شويه، او تنجموا ثاني ديروها بالطابع، يعني الطابع اللي حابينه تاع المعمول تاع الغربيه. انا حابه هذه نتاع زمان اللي تجي فقط باليدين. راح نزيد نعاود معكم واحدة اخرى هكذاك، تكوروها ومن بعد تبداو تطلعوها فقط بين الاصابع. والان راح ندخلها الفرن، راح ندير القرفة وندخلوها في درجة الحرارة 200. راح نخليها لمدة ربع ساعة فقط، وتشوفوا انتوما على حسب درجة الحرارة اللي عندكم. راح ندخلها الفرن ونرجع لكم. اذا كان هذا هو شكلها النهائي، تذوب في الفم. دوكا تشوفوها كيفاش هاي مشقة، هاي وينا فيها التشققات وبنتها هايلة، بنة تاع الحلاوة وذوب في الفم. شوفوا كيفاش، غير نتوشيها
تطلق الفتات تاعها، نجمو قلتلكم ديروها الفطور الصباح او القهوة العشية. ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي في التعليقات، ان شاء الله تعجبكم. انا يخليكم فيديو اخر ان شاء الله معليا، غنقولكم ما تنساوش تابوني وتدعموني في القناة. بسلامة.